مرحبا بكل متابعين قناة جوك تي في على اليوتيوب. حلقتنا اليوم مليئة بالمفاجآت والأخبار. في هالبوست على انستغرام اعلنت عزة زعرور عن اسم اغنية المسلسل اللي شاركت فيه مؤخرا واللي راح تصدر قريبا بفيديو كليب خاص، حيث عنوان الاغنية حيكون شو بني، ونوع وطابع الاغنية حيكون حزين، حيث كلمات والحان الاغنية كانت من طرف عزة زعرور. نزل جواني فيديو على يوتيوب بعنوان وبعدين مع الطفلة بيسان، حيث طلب من بيسان طلب الاعتذار منه بأقرب وقت وتهديدها بمجموعة من الرسائل والتسجيلات الصوتية. أما بيسان فتم تسريب أغنيتها الجديدة بعنوان سألوني قبل ما تصدرها بأيام، فقامت بيسان بنشرها على حسابها على انستغرام، حيث كانت الأغنية مزيج بين العراقي والتركي. ما رأيكم بصوت بيسان وأدائها بالأغنية؟ وأثارت كمان بيسان الجدل قبل ساعات بآخر ستوري لإلها، حيث ظهرت بخاتم خطوبة وأشارت إليه وبوضوح بالكاميرا وحطت إيموجي الخاتم. شو هي توقعاتكم وشو عم بتخبي بيسان كمفاجآت؟ شاركت نارين بيوتي ستوري على انستغرام، ومن بعد تحقيقاتي اكتشفت انها باستوديو دي بي جاد للتسجيل. فهل برأيكم نارين عم بتحضر لأغنية جديدة او حتى اغنية مع اخواتها بحكم انهم بدبي؟ شاركونا رأيكم بخانة التعليقات. وهون نكون وصلنا لنهاية الحلقة. لا تنسوا تضغطوا على زر اللايك وتشتركوا بالقناة لتوصلكم جميع اخبار اليوتيوبرز اول باول.